تعال نتكلم على مستقبل الصناعه. خلي بالك الصناعه دي مفتاح اي اقتصاد في الدنيا، ودايما هيبقى في حاجتين: في مستقبل الصناعه ونستطيع ان نتحدث عنها بالتنظير يعني الارقام وما الى ذلك، ونقدر نتكلم عنها بالواقع. الاثنين صح. الاصح منهم انك تربط او تخلق جسر ما بين التنظير وما بين الواقع. معانا داخل الاستوديو، منورنا داخل الاستوديو، دكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. كله تمام؟ اهلا وسهلا. الصناعه هي مفتاح اي اقتصاد. لا حقيقي. وكنا بنتحدث قبل كده، يمكن السنه اللي فاتت اتكلمنا عنه، يمكن الرئيس حدد قال انا عايز 100 مليار دولار صناعه. واصبح هذا الرقم اعلى دلوقتي، بنتكلم على 2030 نبقى 145 مليار دولار صناعه. بس الرئيس حط محدد مهم جدا، قال لازم نزود المكون المحلي في الصادرات المصريه، ما بقاش بصدر بمكون محلي منخفض، فيبقى عمليا انا بستورد برضو مش بصنع. وكنا بنقول انه ده اقتباس من كلام حضرتك، الجسر ما بين او الربط ما بين الجانب التنظيري والجانب الواقعي. عايز افهم الحقيقه ان مصر بعد 30 يونيو أخذت خطوات كبيرة جدا في رؤيتها 2030 في القطاع الصناعي، باعتبار ان ده القطاع اللي انا يعني بشتغل فيه وعندي خبرة فيه، ويعني بقى لي 20 30 سنة شغال فيه. فخامة الرئيس والحكومة ودولة رئيس الوزراء، الحقيقة احنا شغالين بقى على استراتيجية مصر 2030 بقى لنا فترة من 2000 من بداية الإصلاح الاقتصادي، ابتدينا نشتغل علشان نقدر نوصل بأن الصناعة تمثل نسبة أكبر من الواقع اللي كان موجود في 2011 و2010 اللي كانت لا تتجاوز 8-9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري، اللي عندنا احنا عايزين نوصل ل 30 و35%. 30 و35% هتعمل 145 مليار دولار أو تعمل 50 مليار دولار، ال 150 مليار دولار اللي احنا عايزينه. 9% كانت 18 مليار 17 مليار كان صادراتنا، احنا السنه دي 55 مليار، فاحنا ماشيين بالاتجاه. ومعدلات الزياده دلوقتي على ارض الواقع ما بين اللي كان موجود وما بين الواقع. فالنهارده احنا جمهوريه مصر العربيه، هل مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي المصري هي النسبه المرجوه حتى 18% اللي موجوده في 2023؟ لا، احنا عايزين يبقى عندنا خطه، والخطه دي تبقى مدروسه. فكان التخطيط هو رؤية المستقبل، فاحنا لازم نبقى عارفين ان المستقبل المفروض في سنة 24 يبقى كذا، 25 يبقى كذا، 26 يبقى كذا. طب ده هيبقى مجرد رؤية ولا حلم؟ الفرق كبير قوي بين الاثنين، لان الرؤية لازم تبقى مبنية على قواعد الاسس المتاحة، الامكانيات، الموارد المتاحة في ايدي المادية والبشرية. التخطيط لازم يكون عندي مجموعة من الأهداف بحققها، وأقدر أجيب هدف أو اتنين في وقت معين وزمن محدد. فدي ده رؤية التخطيط أو التخطيط الاستراتيجي اللي ما كانش موجود قبل كده. استراتيجية مصر 2030 ومنها الصناعة الحقيقة كانت محطوطة ومدروسة بشكل كبير جدا، أن أنت تبني انفراستراكشر، تجهز أراضي مرفقة، تجهز مناخ استثماري جاذب، تجهز تدريب لكوادر كبيرة جدا من خلال مدارس وجامعات فنية وتكنولوجية وتخصصات جديدة جدا، لأن الصناعة هي تطوير مستمر. وده اللي حصل، إن الشركات اللي كان عندها تجارب ابتدت معانا من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، زي كوريا وزي تشيلي وزي البرازيل وزي سنغافورة وزي تايوان، هم ابتدوا معانا، بس هم خدوا تجارب، والتجارب قيموها وبعدين طوروها وبعدين ماشيين كمان في التطوير. فاحنا ما عملناش كده، وحصل عندنا بعض المشكلات اللي ما كانش فيه الرؤيه